هنروح مع حضراتكم لمنطقة آثار سقارة، والحقيقة المنطقة دي لم تبح عن كل أسرارها بعد، لسه فيها أسرار ولسه فيها كنوز. وكل فترة كده البعثة الأثرية المصرية العاملة بجبانة الحيوانات المقدسة بمنطقة آثار سقارة بيكون عندها كشف جديد. احنا دلوقتي أمام كشف يعتبر أول وأكبر خبيئة بالموقع، بتعود إلى العصر المتأخر. الخبيئة دي بتضم 150 تمثال من البرونز مختلف الأحجام لعدد من المعبودات المصرية القديمة. ده غير أنه كمان تم الكشف عن مجموعة جديدة من أبار الدفن اللي موجود فيها حوالي 250 تابوت خشبي. حضارتنا المصرية القديمة غنية بالكنوز التراثية اللي بنشوفها في كل المناطق الأثرية، واللي من أهمها منطقة سقارة اللي موجودين فيها مع حضراتكم بنتابع فيها كشف أثري جديد. مجموعة من التماثيل والتوابيت وكمان المرأة المصرية كانت حاضرة معانا في هذا الاكتشاف. تعالوا بينا نعرف تفاصيل أكتر عن الاكتشاف الجديد داخل منطقة سقارة. تم الكشف عن أكبر وأول خبيئة تماثيل برونزية في منطقة سقارة، 150 تمثال بيرجعوا للعصر المتأخر، بنتكلم على حوالي 2500 سنة عمر تقريبا. ما بين التماثيل دي لينا تمثال لإيم حتب. إيم حتب ده المهندس المعماري اللي بنى هرم زوسر المدرج، اللي نقل العمارة من الطوب اللبن للحجارة، مهندس في منتهى الأهمية، قله في العصور المتأخرة وأصبح إلها للطب. بعد أسابيع من الكشف عن هذه الخبيئة تم الكشف عن بعض آبار فيها مجموعة متميزة جدا من التوابيت الخشبية الملونة بداخلها مومياوات، بنتكلم على 250 تابوت. طبعا الحمد لله إنه زمايلنا هنا في المتحف المصري الكبير واقفين متربصين بصناديقهم، هيقوموا بتغليف التوابيت دي بعد كده وينقلوها على المتحف المصري الكبير. إعلاننا هنا عن كشف غاية في الروعة، بيقدر يثبت للعالم أجمع أن احنا عندنا الموضة وأدوات التجميل من زمان قوي. لقينا دفنة بتعود لعصر الدولة الحديثة لليدي، نقدر نقول عليها لسيدة في مقتبل عمرها. الموميا بعد ما فحصناها مومياء لسيدة في سن 35 سنة شابة، حواليها أدوات كتير جدا مجمعة في شنطة كلها أدوات تجميل وزينة، مرايا على مكاحل، على مراود للمكاحل، على أدوات كتير جدا للتجميل خاصة بالدفنة دي. في حبينا نعرضها ونطلعها في شكل كويس جدا نزل بيه العالم بأيادي مصرية خالص. أجمل حاجة في الكشف النهاردة إن هما تمثالين الخشب اللي بيمثلوا النائحات هما لسيدتين، بس مش سيدتين، دول آلهة بيمثلوا إيزيس ونفتيس، ودول من التماثيل الجميلة جدا اللي احنا قدرنا نوصلهم لبار الأمان. وضعهم العام في البير، في بير الدفن، المكان اللي احنا اكتشفناهم فيه كان سيء جدا، فقدرنا الحمد لله بفضل ربنا إن احنا نعمل عملية إسعافات أولية، تدخل سريع للحفاظ على التمثالين والخروج بيهم للنور زي ما احنا شايفين. ليس هذا الكشف الأول، ولكن احنا تم من 2018 حتى الآن الإعلان في هذا المكان عن أكثر من 6 اكتشافات. كل موسم بنعلن عن اكتشاف أو 2. هذا الموقع خاصة اللي احنا فيه في آثار لمدة 2000 سنة، سواء من الدولة القديمة 2500 قبل الميلاد حتى العصر المتأخر 600-500 قبل الميلاد.